طب هو على المستوى الشخصي كان ازاي؟ هو راجل طيب جدا، مش شرير خالص لا، يعني؟ هادي الطبع جدا وخجول جدا، اللي الناس ما تعرفوش وفاكره خجول جدا، يعني رغم الحكايات اللي انا بسمعها كتير عنه احيانا يعني امشيها لانها متفقه مع زي ايه؟ السياق العام، لا يعني حاجات كتيره متعلقه بعصبيته وان هو على طول نيرف وخش في الناس كده مش كل وقت، لكن هو في الطبيعي يخاف يسلم على حضرتك، لا تكوني حضرتك مش عارفاه فاقول له طب ما فلان نازل قدامنا ما سلمتش عليه ليه؟ يا ابني في ناس ما تعرفش ربنا، هتعرف توفيق الدين يمكن مش عارفه من كتر خجله انه يسلم على الناس، فكان يفهم غلط يعني، ويقول يضيع المرء بين الكبرياء والخجل. يعني عشان هو كان خجول حتى استاذ نجيب الريحاني اتهمه بانه هو مغرور. هو معتز بنفسه جدا كمان، يعني لا يقبل ابدا، كان في الحته دي ما يعني معروف بيها يعني.